السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمثل أجهزة فحص السكر الفورية أحد أنجع الوسائل المستخدمة لتحديد مستوى الجلوكوز في الدم، وذلك لدى الكثير من الأشخاص المصابين بالسكري. ولكن حال عدم توفرها، فيمكن الاعتماد على بعض العلامات بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة. ودون إطالة عزيزي المشاهد، إليك بداية المشيرة لارتفاع سكر الدم. 1- العطش الشديد. 2- التبول المتكرر. 3- عدم وضوح الرؤية. 4- الصداع. 5- التعب والإرهاق. الآن بعد أن تعرفت على أبرز أعراض ارتفاع معدل سكر الدم عن المستوى الطبيعي، إليك الدالة على انخفاضه. 1- التعرق الشديد. 2- زيادة سرعة نبضات القلب. 3- شحوب البشرة. 4- عدم التركيز. 5- تشوش الرؤية. وختاماً لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه العلامات الرئيسية لارتفاع وانخفاض سكر الدم عن المستوى الطبيعي. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.